إلينا من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي هشام خريسات. أهلا بك أستاذ. إذن بداية نتحدث عن رأيك أو تقييمك للمشهد العسكري. كيف يبدو المشهد العسكري في اليوم 11 من الحرب الروسية على أوكرانيا؟ تحياتي لك. أولا يجب أن نعلم بأن استخدام المقاتلات الأوكرانية مطارات دول الجوار يعني توريط حلف الناتو بحرب عالمية ثالثة، لأن الأوضاع لا تحتمل. النقطة الثانية، 40% من الأرض الأوكرانية، الأرض الأوكرانية 606,000 كيلومتر، يعني مساحة بريطانيا ومساحة ألمانيا كاملة. 40% من الأرض الأوكرانية الآن بيد الروس، هذا الشيء لا أحد يستطيع إنكاره. المدن الأوكرانية الآن الكبرى جزر مطوقة ولا تستفيد من السلاح الأمريكي. هم لم يدخلوا المدن لكنهم يطوقونها، معزولة، كل مدينة مستقلة لوحدها معزولة، لا تستطيع أن تقدم احتياط ولا تستطيع أن تقدم إسناد للمدينة الأخرى، وهو أسلوب روسي معروف في حصار المدن. النقطة الثانية، حتى اليوم الحادي عشر، لماذا حصار المدن وليس اختراقها؟ نعم، هذا سؤال جيد جيد، لأنه المدن توجيهات دفاع وزير الدفاع الروسي بعدم الدخول، لأنه كما صرح بوتين قال لدينا معلومات بأن هنالك مئات المفخخات ومشاغل تعمل تصنع بها من أجل في حالة اقتحام المدن من أي اتجاه. تكون هذه المفخخات 500 كيلو طن و2 طن، عربات الروس والأوكرانيين كبيرة جدا وتستوعب أكثر من اللازم، لذلك هم يخشون من المفخخات التي بانتظارهم، زائد يخشون أن تكون هنالك فيتنام أو سايغون بانتظارهم إذا ما دخلوا، لأن القوات النظامية مهما بلغت من القوة تكون هشة أمام القوات المتحصنة والمتحكمة في العمارات العالية والنوافذ وأسطح المنازل. النقطة الأخرى، تكامل حتى اليوم 11 125,000 من المقاتلين من دول الجوار وصلوا إلى أوكرانيا، يعني بين قوسين دواعش ولكن بدون رايات إسلامية. قريبا جدا سيتحول الجيش الأوكراني إلى مقاومة أوكرانية، وستسقط جميع المدن الأوكرانية.